مدام غلا سليم، صاحبة فكرة ومنظمة الإيفنت معرض كيكة حلوة يا بلد. هي الفكرة ابتدت وأنا كنت في كندا، أنا عايشة في كندا. بعد الطيارة الروسية ما وقعت قررنا إن إحنا ككيك ديكوريترز نعمل حاجة حلوة للبلد دي بطريقة اللي إحنا نعرفها اللي هي كيك. كساعتها اونلاين عشان ما كانش في امكانيات ان احنا نعملها زي دلوقتي. وعملناها فعلا، وعملنا انا وكتير قوي معايا من المصريين، عملوا اجانب في معايا اصحابنا من كندا وامريكا، قرروا يحبوا البلد دي بطريقتهم اللي هي الكيك. وعملناهم فعلا، وعملنا يوتيوب على اغنيه حلوه يا بلدي، وساعتها كسر الدنيا في المجال بتاعنا اللي هو الكيك ديكوريشن. اللي خلانا نشجع قوي ونقول طب ليه ما نعملش حاجه كده كمعرض. وهنا بقى جت دور شركه غلا التالي ان هي فعلا دعمت الفكره دي جامد جدا، وقررت ان هي تنفذها معايا على ارض الواقع. وبدانا فيها فعلا من 3 شهور عمل متواصل علشان نطلع بمعرض كيك متخصص لاول مره في الشرق الاوسط في مصر. وكله زي ما حضرتك شفت كده فتح كيك يعبر عن حب الكيك ديكوريترز كلهم لمصر، اماكن سياحيه، اماكن اثريه، اماكن طبيعيه. بنعرض الاماكن السياحيه والاثار عن طريق الكيك، عن طريق الكيك كلها بطريقه حلوه، بطريقه اللي احنا بنعرفها، بنعبر للعالم ان احنا بنحب البلد دي وان البلد دي كويسه قوي. بس محتاجه ان كل حد فيها يديها حقها بالطريقه اللي هو يعرفها، كل في مجاله. والحمد لله، الحمد لله، يعني ده اول افتتاح للكيك هنا في مصر. وفي 55 كيكه تحت، في معانا يعني انا صممت ان يبقى في ديكوريترز روسيين معانا علشان يعني كنوع من الرد ان هم بيقولوا ان البلد دي حلوه على فكره. ف والكيك تحت في منهم ابو الهول ومعرض الصوت والضوء، حاجه مهوله. وهنا اكبر الناس المورده ومصدره لعالم الكيك والطعام عامه وخاصه. فالحمد لله يعني ربنا وفقنا في الموضوع.